استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك خلال اجتماع بحضور وزيرة التخطيط وعدد من المسؤولين. أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية هذه المبادرة الوطنية الرائدة لكونها ترتكز على البعد البيئي في إطار تحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن المبادرة تستهدف كذلك وضع خارطة قومية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، فضلا عن جذب الاستثمارات اللازمة لها.